بالنسبة لموضوع القرارات الإصلاحية، أنا شخصيا لمست جدية من طرف إدارة إدلب في موضوع الإصلاح، وأرجو الله يعني أن يوفقهم وأن يرزقهم يعني صدق النية حقيقة في تحقيق الإصلاح للناس. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، موضوع حكمي أنا شخصيا على هذه القرارات، هل هي كافية أم لا؟ فأنا أظن أنه أهلنا في إدلب هم أولى مني بموضوع التكلم عن هذا الأمر وتقييم هذه الدرجة من الإصلاح، هل هي كافية أم غير كافية. لكن أنا أرى، أو عفوا، أنا أقول دائما بأن شعبنا يستحق الأفضل، وعلينا دائما أن نسعى للأفضل لتحقيقه لهذا الشعب. وبنفس الوقت أظن أنه يعني نحتاج لفترة تقريبا 6 شهور أخرى لحتى نحكم على هذه القرارات، هل هي طبقت بالشكل الصحيح أم لا، ما الذي قابل منها للتطبيق وما الذي غير قابل للتطبيق، هل هناك خلل في التطبيق أم لا، هل هناك جدية في تطبيق قرارات الإصلاح لأواخر سنة 2024 حتى نستطيع أن نجيب على هذا السؤال بشكل جدي مقاس بالأرقام.